أيه العلاقة ما بين الكريم والبقري بحال الأب وولده. أيه ياك هذاك السيد ضحى مع البقري بأكثر، خرج من القراية قال له أنا غنضمن لك مستقبلك بأي طريقة. أيه زيد فهمتيني؟ أها من هاد الشيء جابو حار لا في دراسة كاينين في الإدارة التقنية حارباتو كاع السيد دار ميور بيرفورمانس في المغرب في 2013 ياك في الفيتيان وما داوش الشامبيون دي موند كاضي الفيتيان. داو واحد حيت معاهم في السونتر، هذه سوفيان ما كانش معاهم في السونتر. سوفيان البقالي ما كانش معاهم. طاح في هذاك وداو في 15 الشامبيون. من بعد قال كنت انا وكريم كنتفرجوا قلت له شنو ومشينا كنواسيوه وكذا وهذه قلنا لعب 420 ولعب 3000 متر وربح. ماشي اي نعم هذه 2013 والعام ديال 2014 قال لي قلت لك هذا قال لي خليه مع عندنا غرض الشامبيون ديال 2000 الفيتيان خليه سال الشامبيون ديال مونت جونيور خرجوا من القرايه مشى الشامبيون ديال مونت جونيور خرج من القرايه ما كانش يقرا مزيان مشى الشامبيون ديال مونت جونيور ودار كاتريام وجا وبقى كيتريني هنا في ليكيب ناسيونال في فاس ما كانش زعما مشاش ليكيب ناسيونال وهادي وهادي فاش مشى للشامبيون ديال جيز اولمبيك هي نقطه التحول ديالو دار كاتريام في جيز اولمبيك ياك وحنا جالسين هنا كنتفرجوا باللي انا وكريم وكلشي هنا في القهوه ومن بعد فاش دار كاتريام ملي رجع عيطوا له في ليكيب ناسيونال عيطوا له للمعهد الوطني للمدرسه التقنيه وقالوا له اجي تريني هنايا وكذا وكذا قال لهم انا نبقى مع المدرب ديالي ما مشاش تريني معاه بقى مع كريم بقى مع كريم وانتم الفضل ديالكم بغيتوا انتم واش انت كان عندك شي فضل انا هو مول الفكره انت الفكره ديالك سي كريم ديال تاسيس النادي وانا جبت سي كريم ولقيته بيوسف ويوسف صاحبي تلاقيناه في بوسطن ودار الفكره وخدمناها وانا كنت باغان ديال الفونداسيون اللي تردي ما كنت الدعم هذاك النادي ما بدا من لا شيء ولكن كريم ولكن الحمد لله عطات التمره عطات التمره وكاين بزاف هاد لي زيكزومبل كيدار في المغرب غتكون نتيجه كبيره من هذا الشيء كنوجه يعني المستثمرين المغاربه اللي كيستثمروا في الرياضه ولا كيديروا سبونسري يديروا في العاب القهوه اللي يديروا في العاب القهوه 2028 ان شاء الله المغرب غيجيب عدد كبير من الميداليات في العاب القهوه لان المغرب عنده بوتونسيال عنده واحد الماده الخام الشباب موجود غير خص لي ياخذ بيديه الله يحفظك الساعه كريم عنده تجربه كبيره لان كريم انا نعرفوه 94 مدرب كمدرب وكسب تجربه كبيره وتعاشر معنا كابطال كبار وهذه وهذه وهذاك الشيء هو اللي كيصب لي هو عنده واحد الميزه على المدربين كاملين كي وقته ما كيعطيش لولادو كيعطيه للعدائين اللي كيدري تنيو عنده كيحضر على الاطليط هذه النقطه على ميزه وعنده تجربه ماشي واحد مدرب اللي ما عندوش تجربه وما عندوش انفورماسيون وجاي يدرب هو راه خارج من المعهد الوطني ودو المعهد الملكي لتاويل الاوتور دوز تجربه كبيره في التدريب